أهلا بكم من جديد، ونستكمل مع حضراتكم النشرة الثالثة. وحول مستجدات الحج نتابع المزيد مع عبدالله بركات موفد التلفزيون المصري من المدينة المنورة. يكتمل غدا وصول حجاج القرعة من القاهرة إلى المدينة المنورة، وفي هذه الأثناء بتقوم بعثة حج القرعة بتفويج حجاجها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وذلك لمن قضوا الأيام المحددة وفقا للبرنامج المعلن. يتم التفويج بواسطة حافلات مجهزة على أعلى مستوى توفر الراحة للحجيج أثناء هذه الرحلة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. في هذه الأثناء أيضا بيقوم ضباط بعثة حج القرعة بتقديم خدمات لحجاج على مدار أيام إقامتهم بالمدينة المنورة. هذه الخدمات تتعلق بخدمات معيشية عن طريق فنادق إقامة موجودة على بعد خطوات من الحرم النبوي الشريف، بتسهل على الحجاج أداء الصلوات الخمس بالحرم النبوي الشريف، إضافة أيضا إلى التسهيل على الحجاج للصلاة في الروضة من خلال التسجيل في تطبيق اعتمرنا بواسطة ضباط البعثة، ثم يقوم باصطحاب أفواج من الحجاج للصلاة في الروضة الشريفة، وهو ما ييسر على الحجاج ويسهل لهم الوصول إلى الروضة الشريفة والصلاة بها. أيضا فيما يتعلق بالخدمات المقدمة في الفنادق، كان هناك ترحيب كبير من أصحاب الفنادق بوجود حجاج القرعة المصرية فيها وتقديم خدمات وتيسيرات، سواء عن طريق الإقامة التي تتم في غرف مجهزة على أعلى مستوى، وهناك أيضا غرف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا هناك ضباط من البعثة موجودين في بهو الفندق، مكان مخصص لوجود الضابط للتعامل مع الحجاج وتيسير أي عقبات قد تكون موجودة أمامهم. في كل فندق من فنادق الإقامة موجود بعثة طبية، موجود فيها عدد من أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إضافة إلى أطباء البعثة الطبية المصرية الرسمية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج. أيضا وجود ضابطات موجودة في فنادق الإقامة للتعامل والتيسير مع الحجاج أيضا، وكذلك وجود وعاظ للإجابة على الاستفسارات الخاصة أو الاستفسارات الدينية الخاصة بالحجاج. هذه التيسيرات وهذه الخدمات المقدمة من بعثة حج القرعة تهدف في المقام الأول إلى التيسير على الحجاج في أداء المناسك، وذلك بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا. العودة كانت عودة يعني منضبطة وبها كافة التيسيرات، وأيضا تم الإعداد لهذه الرحلة بواسطة بعثة حج القرعة للتيسير على الحجاج، سواء في أيام الإقامة بالمدينة المنورة وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة. هناك أيضا استعدادات وهناك فنادق إقامة موجودة بمحيط الحرم المكي الشريف قريبة من الحرم للتيسير في أداء الصلوات، وتم يعني تنظيم هذه الرحلة على أعلى مستوى للتيسير على حجاج القرعة لأداء المناسك والعودة سالمين إلى مصر.